مشروع تطوير شارع ادهوك من مفرق الرشيدية السدة الى سيطرة القوسيات. انتم مستمرين بالعمل؟ مستمرين بالعمل، عندنا بعض المعوقات. شوف عندنا المياه الجوفية طلعت لنا على مستوى عالي، فتحنا المكتب الاستشاري بجامعة الموصل حتى يجون ينطونا رأيهم ويبدون الحل الأمثل للشارع. يعني هذا المي كيف يتم معالجته؟ يعني احنا لازم نحفر او ننزل متر حتى نصل المي، مستوى المي انه يقف بهذا المستوى، نرجع بعدين نفرش طبقة من الجلمود، نرجع نحدلها، نرجع نفرش طبقة ثانية ايضا من الجلمود على مستويات يعني سمك 25 سنتيم، نحدلها نرجع نصير اعلى من المي، نخلي تاكله نهريه او تاكله جبليه، شو حسب المكتب الاستشاري ايش يقرر. نعم. حاليا ايش قد طول الشارع؟ طول المقطع اللي دان اشتغله بهاي لو الشارع كله، هذا المقطع طوله تقريبا 650 متر، على عرض الشارع 10 امتار. الاكمال، عمليه الاكمال ايش قد عندنا؟ انجاز المشروع يعني انجاز هذا المقطع يعني ما تتجاوز ان شاء الله 10 15 يوم. احنا عندنا هذا المشروع ينتهي تقريبا الى التقاطع، الى تقاطع السده. تقاطع السده؟ السده نعم. نعم. زين. حاليا العمال اللي يشتغلون بيجون راح تصلون الى اماكن المياه، ايش راح تسوون بهاي الحاله؟ راح يعرق لكم لو تبقون على الاستشاره بانتظار الاستشاره؟ هو احنا ننتظر الاستشاره، يعني الاستشاره تقريبا ان شاء الله اذا اليوم او باشر ان شاء الله يصلنا الكتاب ان شاء الله. شنو توقعك الاستشاره؟ والله هو الاستشاري هو يعني يعرف الحل، يقررون يعني. نعم نعم، يقرر شلون طريقه الدفع، شلون نتغلب على المياه الجوفيه هاي، لانه احنا ننتظر بعد التبليط ممكن المياه راح تخرج الشارع والعمل راح لا مستحيل، لان يعني المياه الجوفيه ماخذه قرار يعني ما تخرج للفوق، بس احنا الدفن على شكل طبقات هو راح يعيقنا لحين الحل، يعني لازم نجد حل للمياه الجوفيه الموجوده.